الشعوب الخليجية هي شعوب كريمة وتربطنا كما تعلم بهم علاقات وطيدة، وهم لهم فضل على بلاد الحبشة أيضا، وكذلك الحبشة لها فضل على خيرة أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذين آووه ونصروه. ما هي يعني التفنيد، ما هو التفنيد الواضح في المسألة التي تزعم بأن إثيوبيا عميلة لبعض الدول، وأنها قامت بتشييد سد النهضة لأجل تعطيش الشعب المصري تآمرا مع الكيانات المختلفة وبعض الدول الإقليمية والقوى العظمى في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهذه الدول؟ كيف نفند هذه المسألة؟ من الذي اتجه إلى الولايات المتحدة؟ من الذي اتجه إلى الأمم المتحدة؟ والإسرائيليون والمصريون أهم أقرب من نحن والإسرائيليون؟ المصريون هم أصدقاء وعندهم سفارات هناك قائمة فيه، فهم؟ هي علاقة قوية جدا. إذن هم اللي أقرب الناس إلى إسرائيل إلى أمريكا. نحن ما ذهبنا إلى أمريكا ولا إلى الأمم المتحدة. تعرف الخطأ المصريين؟ بل أكدنا بأن الخلاف يجب الخطأ المصريين منذ بداية الشروع في سد النهضة كان عندهم تصورات، كان عندهم توقعات أن الإثيوبيين فقراء ما يقدروا يبنوا السد هذا، وعندهم أكثر من 80,000 مصريين خبراء في العالم مثل الهيئات والمنظمات الدينية ويستعينوا بهم، ومن هنا منعونا من الحصول على التموين اللازم لبناء السد، جففوا منابع الدعم مرة، قفلوا لنا الأبواب كلها. ونحن والله بواسطة فلاحين في الأرياف ساهموا، حتى منهم من باع ثوري، من باع قريتي، فهمت، لمساندة لإقامة السد بعرق جبين، بعرق جبيني. إذا التموين كان داخلي، لما هم صاروا كانوا يتوقعون ليس بإمكاننا بناء السد، وصل إلى 40%، بدأوا يلاحظوا إلى 50%، الله، قالوا من أين يجي هذا المبلغ، وصلنا إلى 60%، بدأوا ينشعروا من جديد، فهمت. ولما وصلنا إلى 70% بدأت التهم، فهمت، التهم لمن على من؟ هم يبوا يغروا. أنا لما نشوف التركيب الهيئة الجديدة في مصر في الوقت الحاضر، هناك 3 جهات برئاسة الرئيس السيسي، فهمت، ومعه وزير خارجيته والسفراء والجهاز الأمني هو اللي يرأس. يعني البديل الآخر يقول لك إن لازم نحارب أثيوبيا إذا قامت السد، أقامت السد، هذا البديل الأول. والبديل الثاني اللجنة المختصة بالمهندسين، يرأسهم من هو؟ المهندس أحمد الشناوي، إلا إبراهيم الفناوي، أي إبراهيم الفيومي، هذا المهندس من جامعة عندك القاهرة اسم الهندسة، هو اللي يرأس اللجنة، ومعه مين؟ المهندس أحمد الشناوي، المهندس عبد العال حسن عطية، الأستاذ عصام الدين. هذول 4 لهم 2 سنة من يوم ما قاموا يخططوا ويرسموا، يا أخي والله أكاذيب طلعوا فيها، رسومات وخرائط يقول لك إذا انتهى السد وتم تعبئته ب 74 بليون متر مكعب سوف تحدث هزة جيولوجية في الموقع لأنه ما يتحمل، ويكون له تأثير على دول الخليج وعلى البحر الأحمر وعلى مكة والمدينة وعلى مكة والمدينة بالله هذا هذه الدعوات بالفعل. طيب راحوا سافروا وقدموا التقرير لسفارة السعودية في القاهرة، وعندك وزير الخارجية تحرك يعني حتى يقلبوا الموازين ولا يكون هناك مواقف. هذه اللجنة الهندسية، اللجنة الإعلامية أنت تعرفها. لحظة يا شيخ، فضيلة الشيخ، قبل أن أعود إليك مجددا أسألك، هنا يستخدمون كما قال البروفيسور آدم، يستخدمون إشاعة المعلومات المغلوطة، كيف ينظر الشارع الكريم في مسألة بث الأراجيف والأكاذيب لتحقيق مصالح معينة؟ بلا شك أن هذا شيء محرم في الشرع ويعرفونه أكثر منا يعني، فمشكلتهم هم يستخدمون ليست إشاعات فحسب،
يستخدمون أساليب متنوعة. مرة يقولون إننا سنذهب إلى الحرب تخويف دعايات حربية، ومرة يقولون إن مسلمي الحبشة سيتعاونون معنا، ومرة آخر يقولون إن السودان أيضا سيتعاون معنا ضد إثيوبيا، قالوا ذلك. ومرة يقولون إن الحكومة ليست لها قوة عسكرية فبالتالي ستستسلم. الاستهزاء بالمؤسسات العسكرية الإثيوبية. نعم، ولا يعرفون المشكلة الأساسية، هم لا يدركون ما هي حجم وقدرات المنظومة العسكرية الأمور أمنية وعسكرية جلها سر، يعني لا أحد يعرفها إلا فهم يستخدمون أساليب دعائية أمنية عسكرية اقتصادية وسياسية، ويذهبون إلى المؤسسات الدولية ويقدمون شكوى. وجامعة الدول العربية مثلا أعلنت مساندتها لمصر وقالت أن أثيوبيا يجب ألا تكون سببا لتضرر مصر، فنحن نعلن نقول لا ينبغي أن نكون سببا للضرر، لكن متأكدون أننا لا نضرهم. وجميع الخبراء والأخصائيون حكموا بأن سد النهضة ينفع أثيوبيا ولا يضر مصر. نعم، اسمح لي أعود إلى البروفيسور بهذه النقطة. كنت تتحدث عن اللجنة الإعلامية، نعم، وأريدك أيضا أن تتطرق إلى ما تفضل به الشيخ حامد، أن الأخصائيين والخبراء والمختصون والمعنيون بسد النهضة أو بالسدود أكدوا بأنه يحقق الفوائد لكافة الأطراف. أريدك أن تتطرق لهذه الفوائد وماذا تستفيد إثيوبيا ودول الجوار ودول الجوار من سد النهضة. هنا يحتاج في أخطاء كبيرة. شوف، يقول لك كلما تكرر الكذب ربما يصبح حقيقة. الشيخ أشار إلى موقف جامعة الدول العربية، نقول لهم يا إخوتنا يا حبايبنا يا أيها العروبة، أنتم بجران، يعني في بحث ودراسة صدرت قبل تقريبا 3 شهور، محاضر سوداني بحضور أساتذة عرب ولم يكن فيها واحد إثيوبي قال كلمة ما أنساها إلى الأبد: إذا اهتزت إثيوبيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا سوف يترتب اهتزاز على دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموما وشرق أفريقيا. تريد أن تقول أن أمن إثيوبيا، أمن مهم جدا من أمن الخليج ومن أمن الدول الجوار. عشان كده ننصحهم يا جماعة يا جامعة الدول العربية، حاولي تحل مشكلتك اللي حدث ما بين قطر والسعودية ومن معها، حاولي تعالج القضية في ليبيا، حاولي تعالج القضايا حقتك وخلينا وعفنا عنها. ربما هذه مشكلة بروفيسور آدم، ربما هذا لا يحكي التصور العام للشعوب العربية، حتى وإن وقعوا فبعض المراقبين يرون بأن القرار الذي استصدرته القاهرة كان عبر الضغوط ولا يجسد الواقع الذي تعيش عليه الدول العربية. أعطيك على سبيل المثال الآن السفارات التي في إثيوبيا من الدول العربية هي الأغلبية، يعني أكثر من 16 سفارة تقريبا من الدول العربية لديهم سفارات في إثيوبيا، فبالتالي علاقاتهم مع الدول العربية جيدة جدا. وهذا الموقف يراه العديد من المراقبين كموقف يعني فردي من القاهرة، خاصة وأنت تعلم أن إثيوبيا أن مصر هي المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية. أريد أن أسألك هنا يا بروفيسور آدم، القاهرة تريد أن تحشد الأصوات لصالحها، تتنوع مطالبها في كل مرة وتتهم إثيوبيا بالتعنت. على ماذا تعنتت إثيوبيا وما هي أدوار مصر في إفشال المفاوضات؟ شوف، المصريين نحن نقول سواء كان لهم أو جامعة الدول العربية، في البداية عالجوا وضع سوريا ووضع اليابان في الدرجة الأولى في صالحكم، نصيحة أخوية لا أقل ولا أكثر. أما ما يتعلق بالحوار والمفاوضات فيما بينه وبينهم، حاولوا يفسدوا العلاقة بيننا وبين السودان. السودانيين أعقل الناس اللي أنا اكتسبتهم، وإن كان جزء منهم يميلوا إلى مصر، هنا قضية بين مصر والسودان قضية حلايب، فهمت؟ وجمدوا هذا ويتحركوا ضدنا هنا. السودانيين ردوا عليهم ردا إيجابيا
سليما قالوا لولا تدخل أبي أحمد وربما كانت السودان اليوم كما حدث في سوريا وفي اليمن. إثيوبيا صانعة السلام يقدروها ويحترموها للمواقف الإثيوبية. وبعدين زي ما قلت يعني نحن نبغى التعبئة لفترة بسيطة جدا ثم يتحرك المياه إلى ما كان عليه. كل يا ساعات يا أيام ما كان تحدث إلى هذه الدجة كلها. أما التركيبة الإعلامية اللي أنا أشوفها هاني رسلان ومحمد حامد وأحمد أحمد عبد الهادي هذا الجهاز الإعلامي عن طريق القنوات حقتهم سواء كان قناة مصر أو قناة نهار أو قناة دال اللي يسموها يعني لما تشوف الإشاعات والأكاذيب والافتراءات والله 24 ساعة ما تقدر تعيش بسلام. لكن نحن متعودين. شوف هم يقول لك ما هي فائدتهم من هذه الممارسات؟ أكاذيب وحصول على تأييد. عندي مداخلة في هذه جواب على سؤال ماذا يستفيدون المصريون؟ ماذا يستفيدون من هذه الممارسات؟ المصريون الشيخ بروفيسور المصريون عندهم مشاكل داخلية. نعم ما الإخوان ما غيرهم مع الشعب كله صح؟ مش من الإخوان المسلمين إخوان المسلمين وما مع الشعب عندهم مشاكل داخلية. فإذا أثاروا هذه المشكلة معناه الشعب ينومونه بأبسط شيء. هذه إحدى الفوائد التي يكتسبونها من خلال هذا. وثانيا يريدون إثبات الكراسي من خلال إظهار ما يسمى جدية من قبلهم فيما يخص سد النهضة. وإذا تحدثوا مع المفاوضين من الخارجية الإثيوبية وكذا يتحدثون بكل بساطة وبأدب وباحترام وبكذا لأنهم يعرفون الحقائق. السيد قدون درقاش ومعالي وزير الخارجية هذا المشهد بقوله بأن القاهرة تضع يدا في المفاوضات والأخرى في نيويورك والمجتمعات الدولية للتحريض عليها. نعم هذا نعم. هذا هذه والمشكلة الأساسية أنهم الآن إذا جلسوا في المفاوضات كأنهم عسل ما عندهم مشكلة. وهم أظهروا أن سد النهضة مؤيد من قبل الحكومة المصرية. لكن بس المشكلة الأساسية في زمن التعبئة فقط. وهم أصلا كانوا ضد سد النهضة من 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 مئات السنين. يعني هي سياسة مترسخة في سياسة مترسخة لحكوماتهم ولرؤسائهم القديمة. والآن نحن الحكومة الإثيوبية قررت شيئا والشعب قرر شيئا. قال إننا مهما كلفنا من مال ومهما كلفنا من دماء ومهما كلفنا بما يتكلف به أي مسكين وأي فقير ينبغي أن نتحمل حتى نصل إلى درجة انتهاء سد النهضة واستخدامها لصالح البلد. أسأل هنا لماذا يعني تؤجج الشعوب وتكون طرفا في هذا الصراع الذي غيبت فيه الحقائق بشكل كبير. أصبح كثير من الشرائح المصرية تتحدث بعدوانية عن الشعب الإثيوبي. أرادوا أن يصوروا بأن إثيوبيا عدوة للشعب الإثيوبي للشعب المصري بينما إثيوبيا تؤكد على أنها لا تستهدف الأشقاء في مصر ولا الأشقاء في دول المنطقة. فإذا ساهمت إثيوبيا في صنع السلام في الدول في القارة الإفريقية كيف بها اليوم تعكر صفوة الأشقاء في مصر أو غيرهم؟ ما هي علاقتنا الإسلامية الإثيوبية وكيف نجنب الشعوب هذه الأزمات المتلاحقة وكيف نوقف تأجيج الصراعات بتخفيف حدة الخطابات الإعلامية التصعيدية التي تحاول أن تستهدف الشعوب؟ والله نحن بالمناسبة إثيوبيا ليست جارا لمصر مباشرة. يعني عندنا أمامنا جيبوتي وأمامنا إريتريا ومن الجانب الغربي لأثيوبيا السودان. سواء استخدمت مصر السودان أو استخدمت جيبوتي أو استخدمت قوى خفية لتأجيج صراعات داخلية أو غيرها مهما كلفنا سنكمل مشروعنا. هذا يجب أن يعرفوه. هذه حقيقة واحدة. والحقيقة الثانية
إن الحق دائما جنبه باطل، والله يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه ثانية. والأمر الثالث، من أراد شرا فسينتج يعني سيحصد شرا، ومن زرع خيرا سيجني خيرا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هذا في الآخرة وفي الدنيا كذلك. هم سواء استخدموا قوتهم الإعلامية، ترى مصر من الناحية الإعلامية حالة قوية لديها، نعم. ليست حالة قوية، يعني من الممكن 30 قناة مصرية يتحدثون على أن الأسود أبيض وعلى أن الأبيض أسود. نعم، هي بعض الأحيان نحن لا نختلف بأن يعني انتشارهم واسع في الدول العربية وتأثيرهم على بعض وسائل الإعلام العربية، ولكن من يقدم مادة فعليه أن يقدم مادة يعني منتجة ومادة يعني صالحة لأن يتفرج إليها المشاهد ويستمع إليها. بروفيسور آدم، أسألك عن الاتفاقيات التي تخص نهر النيل، خاصة تلك الاتفاقيات التي تعني إثيوبيا بالدرجة الأولى. ما هي هذه الاتفاقيات، أو أهم هذه الاتفاقيات، وما هو موقف إثيوبيا منها قانونيا وسياسيا وكافة الجوانب؟ شوف، إثيوبيا لم تشارك كطرف صاحبة المياه في هذه الاتفاقيات. كل الاتفاقيات اللي أبرمت ما بين مصر ومستعمرها الإنجليز، وجنبوا إثيوبيا ولا أخذوا مشروطها 1902 1959 وما بعدها، المهم كلها عقدت ما بين مصر والمستعمر، وحددوا النسبة اللي هي 5% بليون متر مكعب، بمعنى 55 مليار متر مكعب. ما هي حصة إثيوبيا؟ ما حد ولا شيء. إثيوبيا ما ذكرت ولا عرفت ولا حتى ما استؤذنت في هذا الموضوع، ولا أخذت مواقفها نهائيا، يعني وجنبوها، تقاسموا طبخها. هي تعرف مش المياه اللي أنا صدر عندي 110 ألف بليون طن من الطي يذهب مع المياه، إذن مش المياه فقط، المصريين يستفيدوا منها استثماراتيا سياحيا زراعيا في كل المجالات، والشعب الإثيوبي مسكين متفرج كأنه لا شيء. واليوم كمان يجيني يهددني، هذا عندك قناة دال اللي بتجيبوا حقائق والله ما تصورها. والحمد لله غالبية الأمة الإسلامية والأمة العربية الإثيوبية ما تسمع اللغة العربية، هذا وإلا لو سمعوا وانزعجوا وتحركوا. يعني يقول لي في كلمة واحدة إن نحن عندنا 920 ألف جيش مجهز يحارب تركيا لأنه تدخل في ليبيا، ويحارب إثيوبيا، الطرفين في آن واحد. قبل يومين البرلمان المصري أعطى صلاحية كاملة للرئيس السيسي يتخذ الإجراء اللي يبغاه. يا أخي يا إخوة المصريين، اسمح لي أتوقف، حتى قالوا لنا نحن 140 ألف ما يواجه 920 ألف. دائما ما يا جماعة، ليست الغبرة، العبرة ليست بالكثرة. نعم، 48 غلبتم 1948. جميل يا دكتور. الجيش المصري العربي 2.5 مليون، بينما إسرائيل 400 ألف. 76 هزموا. حتى أحمد سعيد الصحفي اليوم هاني رسلان حل محله. أحمد سعيد إيش كان يقول في تلك الفترة وأنا طالب كنت أستمع، يقول لك ما نبغى ولا نريد نجهز طائرات ولا شيء، نأخذ الأيدي الإسرائيليين ونرميهم في البحر الأحمر. باللفظ هذا أنا سمعته. هذه الإعلام والتكبير والتدوير دائما ما يتحدثون يا بروفيسور آدم أنهم فوضوا رئيس الجمهورية أو نعم رئيسهم بالتعامل مع إثيوبيا. ما سر يعني ما أوجه هذا التفويض، وماذا يعني إثيوبيا؟ يعني هم في كل مرة يتحدثون أننا فوضنا رئيس الجمهورية، بينما رئيس الجمهورية يعني هو الأحرى أن يتعامل مع هذا الملف بدون أي تفويض. وهكذا تفعل إثيوبيا، تحقق مصالحها ودون أن تتطرق يعني للأمور الأخرى، تحقق مصالحها ولا تحتاج تفويضا من أحد. هم كان يقول لك دحين يدعوا أن سيسي رجل استخباراتي
بغض النظر عن الأشخاص نحن لا تلوم الأشخاص. يا أخي كمان عندي هنا دكتور أبي كان رجل استخباراتي هنا في عندي ومش فقط عندهم وعندي كمان استخباراتي ورجل عنده خلفية كاملة وواليا سياسي وفينا الكلام اللي بيصدروها ويتكلموا فيها والله العظيم أنا أشك في مضرعيان هل هم أتوا بهم من دار المجانين؟ يا أخي أصلحني صاريحني أنا مستعد للتفاوض معك بصلح والصلح خير لا ضرر ولا ضرار عليكم ونتفهم ونحن شعب أثيوبي له ارتباطات في الشعب السوداني وكذلك المصري أيضا الشعب المصري فهم؟ الكنيسة المصرية كان عندها علاقة قوية مع الكنيسة الأثيوبية والأزهر الشريف كان عنده علاقة بالمسلمين أما السودانيين بالحدود باللون حتى باللهجات بالغناء فهم؟ وبالعادات والتقاليد نرتبط مع السودانيين ما نحن عجب سوداني ما تفترق عن أثيوبي فهم؟ إذا نحن عندنا روابط أخوية ثابتة أنا بنستغلها طيب بالصلح. فضيلة الشيخ لو سألتك هنا أنت تعلم أن هناك اتهامات لأشخاص ورموز إثيوبية وتدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية طعنوا في الأعراض طبعا نحن نتحدث هنا عن بعض الإطارات التي حشروا أنفسهم بها وضيقوا الخناق على أنفسهم بهذه التجاوزات الأخلاقية تحدثوا عن الأعراض وبدأوا بشتم بعض هؤلاء القائمين على بعض وسائل الإعلام العربي وأثار المعلومات المغلوطة عن إثيوبيا وعن المصالح الإثيوبية كيف يتصدى الشرع لترويج مثل هذه الإشاعات بين المجتمعات؟ بسم الله أولا دائما هذا حرب كأنهم أعلنوا حرب على البلد فمن أعلن الحرب لا يتحفظ لا في لسانه ولا في جميع أمره لا في سلاحه ولا في لسانه ولكننا لم نبادلهم بذلك هذا معنى الأخلاق فنحن لسنا الآن مستعدين للحرب معنا مستعدين من الناحية من ناحية القوة لكن من الناحية الأخلاقية لا نفضل شيئا اسمه حرب لأن الحرب نتيجته وخيمة على الطرفين لكن الذي ينبغي أن يعلمه من في الخليج أو من في مصر والسودان إذا اضطررنا إلى الحرب كل من يتعلق كل من جنسيته أثيوبيا مسلمهم وكافرهم ونصارهم سيكونوا معنا ولا ينبغي أن ينسوا أن أقباط مصر النصارى الأرثوذكس معهم في حربنا لماذا؟ لأن الأمر جعلوه قضية وطنية فنحن أيضا مسلم الحبشة ننظر الأمر بمنظار وطني ومصلحة وطنية لا ينبغي أن نتوانى فيها أصلا أبدا أما ما يقوم به من إشاعات وبث كلام فارغ وكذب وكذا فهذا طريقة من طرق الحرب فعلى ما قالوا يعني إن الرجل إذا لم يستطع أن يحارب أحدا يهاجم كيف يعني كما يقولون الهجوم خير طريقة للدفاع الهجوم خير طريقة للدفاع فإذا سكتت مصر النظام المصري إذا سكت ما تذهب عن المواقف الإثيوبية فسيحاسب من الداخل أنت تعلم أن هناك اتهامات لأشخاص ورموز إثيوبية وتدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية طعنوا في الأعراض طبعا نحن نتحدث هنا عن بعض الإطارات التي حشروا أنفسهم بها وضيقوا الخناق على أنفسهم بهذه التجاوزات الأخلاقية تحدثوا عن الأعراض وبدأوا بشتم بعض هؤلاء القائمين على بعض وسائل الإعلام العربي وأثار المعلومات المغلوطة عن إثيوبيا وعن المصالح الإثيوبية كيف يتصدى الشرع لترويج مثل هذه الإشاعات بين المجتمعات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا رسالتي للطرفين أن ينهوا القضية قضية سد النيل
سد النهضة بالصلح، لأن الله عز وجل يقول والصلح خير. وينبغي أن يعلم الطرفان أن الحرب ليس فيه فائدة بأي شكل من الأشكال سواء لنا ولهم. هذه رسالة. والرسالة الثانية أن القضية الوطنية، أن موضوع سد النهضة ليست قضية سياسية تتغير بتغير الزمان والمكان على ما اعتاده الناس، إنما هي قضية وطنية وقضية سيادية، فلا ينبغي للشعب المسلم أو للشعب النصراني في هذا البلد أن يتهاون فيها. فينبغي أن نأخذ الأمر بجد حتى ولو كلفنا أكثر مما نتوقعه. والرسالة الثالثة للحكومة، لحكومتنا، أن تنظر الأمر بعين الجدية وتؤسس قنوات إعلامية لإعطاء معلومات حقيقية عن الواقع المسلمين وعن واقع الشعب الإثيوبي بجميع ما عليه من أحواله الاقتصادية والاجتماعية، وكونه فقيرا وكونه محتاجا لسد النهضة. نعم، ينبغي أن يسلط الأوضاع الداخلية، ينبغي أن يسلط الضوء على الأوضاع الداخلية حتى يعلم الشعب العربي، الخليج العربي والدول العربية كلها. تسلط الضوء على الأوضاع الداخلية في البلد، قنوات إعلامية، تدعو الحكومة إلى فتح وسائل للتواصل والقنوات اللازمة لأجل مخاطبة الإعلام، لأجل مخاطبة الشعوب العربية، خاصة وأننا في ظل أطراف، يعني الأطراف التي نتعامل معها في هذه الأزمة هي أطراف عربية، فبالتالي حضور إثيوبيا الإعلامي ربما كان يعني متحفظا عليه من قبل الكثيرين. إثيوبيا لم تكن حاضرة، وربما هناك توجه من القيادة في ترسيخ وتعزيز هذه المنظومة العربية الإعلامية في خلال هذه الفترة. نتمنى لهم التوفيق. أكمل رسالتك فضيلة الشيخ. هذه هي الرسالة، وإن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر متجدد في هذا المجال، وسنتحدث عن النيل وعن السد وعن فوائده وعن العدالة بين المتنازعين، وإن شاء الله سنتحدث عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدولتين لما هو أصلح لشعبهم، كما نسأل الله جل جلاله أن يصلح ما فسد وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا. أشكركم فضيلة الشيخ. طيب بروفيسور آدم، في ظل هذه المتغيرات كيف تسير الأمور اليوم؟ وإلى أي نفق تأخذنا المسارات؟ الأمور الحالية تجبرنا أن نعمل الليل والنهار وأن نعد العدة بكل ما نستطيع لمواجهة الحرب الإعلامي والمواقف الغير السليمة والتهم التي لا تنطبق بإثيوبيا ولا بحكومتها ولا شيء. هناك أمور لا بد أن يفهمها المشاهد والمستمع العربي والمسلم في كل أنحاء العالم. أولا، إذا كانت الحجة في مصر عن تزايد عدد السكان وبلوغهم إلى 100 مليون، نقول لهم نحن كمن وصلنا إلى 110 مليون. نعم، هذه واحدة. النقطة الثانية، حكاية أننا نستخدم الأمطار السماوية في الزراعة والري قد انتهى مع القرن 21. نحن لازم نتجه إلى الزراعة بالري، إذا نحتاج إلى السدود، ليست سد النهضة فقط بل سدود الكثيرة. النقطة الثالثة، نحن تعرضنا إلى الفقر والمجاعة والهجرة الشرعية والغير الشرعية، لم نتمكن من المعايشة داخل البلد، فإذا لابد من توفير الدخل اللازم من خلال بيع الكهرباء وغيره أو استخدام أساليب الري لمحاربة الفقر والتخلف، وهذا ما تنص عليه اتفاقية إعلان المبادئ. طبعا نعم. نحن لا نريد تجهيز جيوش ولا قوات، نحن هدفنا محاربة الفقر والتخلف. ومع الفترة الحالية عودة المغتربين الإثيوبيين بدأ يزداد يوم بعد يوم للمساهمة في النهضة بالوطن. كل الدول بدأت تفكر في إعداد العدة لمعالجة المشاكل اللي تواجهها، ونحن كمان لابد أن نواجه المشاكل. بعد هذا لا الكويت ولا السعودية ولا الإمارات تستقبل
المسافر أو المغترب الإثيوبي، بل وتعيد لي إياه. إذن كلما زاد العدد العائدين إلى البلاد بالإضافة مع داخل البلد تزداد عندي البطالة وعدم الوصول إلى العملة الصعبة. فإذن أنا كمان لازم أضع برنامج استثماراتي وسياحي وزراعي بكل ما يلزم. عندي طبيعة البلاد الحمد لله تساعدني في هذا الموضوع. لديها كافة المقومات. نعم. إذن أبا أستخدم بإمكانياتي من المياه والفرص المتاحة لاستغلال. أما اتهام أن البين المسلم أنه يكون موالي لمصر وكذا، وهذه لا أساس لها. القضية بالدرجة الأولى قضية وطنية، قضية شعبية، قضية إثيوبية 100%. فإذا على قضيتنا لن نماري فيها ولن نبيع ولن نستثمر فيها. لازم ندافع عن حقوقنا بكل ما يلزم، بكل ما أوتينا من قوة، الطريقة السلمية. في الختام أريد منك رسالة توجهها إلى الشعب الإثيوبي وإلى الشعب المصري وإلى الشعوب العربية قاطبة. ما هي رسالتكم؟ نحن شوف نرتبط بكم بعشرة عوامل. قلنا الحضارة تربطنا بهم، اللغة لغة تجز تربطنا بهم، الهجرة الإسلامية تربطنا بهم، في ظل كل هذه العوامل الشعبية ما قبل ظهور الإسلام وعند ظهور الإسلام وعند انتشار الإسلام. ما الذي توصيه بهم؟ هذه العلاقة التي موضوعها في الاعتبار، طيب؟ أن إثيوبيا ظهرهم القوي في الخلفة في أفريقيا، فهنا أي ضرر على إثيوبيا ضرر عليهم، وكأنها تترتب عليها مصائب ونتائج سيئة لنا ولهم. فمننا الإثيوبيون لا يريدون إلا السلام، وهي قبل كل شيء أرض الصدق رسالتهم كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما استقبلنا المهاجرين، ترى في هذه البلاد أمضوا 16 سنة، ولد 15 بنين وخمسة بنات يحملون شهادة ميلاد إثيوبية، ودوفين ومات فيهم ودوفين 10 بنين وخمسة بنات. أرض إثيوبيا تحتضن جثامهم الطاهرة. إذن نحن لنا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة. إذن لازم ينظرنا في الاعتبار. العلاقات بين الشعوب العربية والإثيوبية قوية جدا، ولا يمكن حصرها في هذا اللقاء. لعله تكون لنا لقاءات إن شاء الله. سعدت بتواجدي معكم وتواجدكم معنا أيضا في هذا الحوار المثمر والمفيد. نرجو أن تتكرر هذه الفرص. نشكر البروفيسور آدم كامل، الباحث والكاتب في العلاقات العربية الإثيوبية، كما نشكر فضيلة الشيخ حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا. شكرا لكم ضيوفي الكرام، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما، القيادة لا تتنازل عن السيادة، الشعب يتطلع إلى السعادة. إن النخب الإثيوبية ومفكروا بلاد الحبشة وساستهم ورجال دينهم وعامة الشعب يقفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص حول الوطن والقائد والقيادة. تحقيق المصالح وإسعاد المجتمع وتنميته في إثيوبيا عبادة وعادة، لذلك وجبت الإفادة، نهج يستحق الإشادة.